32 عاماً مضت لم يعرف خلالها حزب الله زعيماً وأميناً عاماً سوى حسن نصر الله بعد اغتيال سلفه عباس الموسوي، والآن وعقب وفاته تطرح التساؤلات حول من سيخلفه وكيف يختار حزب الله أميناً عاماً له. النظام الداخلي للحزب ينص على اختيار الأمين العام الجديد بالانتخاب من قبل أعضاء ما يعرف بمجلس الشورى الذي يتكون من 7 أعضاء يتولى كل منهم ملفاً خاصاً بالحزب، وهو مجلس يتولى القيادة العليا للحزب، وعادة يتم انتخابه خلال مؤتمر مركزي يتشكل من كوادر وقيادات الحزب. ولأن المؤتمر لم ينعقد منذ سنوات بسبب ظروف الحرب في سوريا ولبنان، ظل نصر الله يشغل المنصب بشكل تلقائي. مجلس شورى حزب الله تتفرع منه 5 مجالس رئيسية، هي المجلس التنفيذي والقضائي والبرلماني والسياسي، بالإضافة إلى ما يسمى مجلس الجهاد، وهو المسؤول عن النشاط العسكري للحزب. لكن السؤال هنا، من هو المرشح المحتمل لخلافة نصر الله؟ معظم الأنظار تتجه إلى هذا الرجل هاشم صفي الدين، وهو رئيس المجلس التنفيذي للحزب وكان الرجل الثاني فيه، كذلك هو ابن خالة نصر الله وتجمعه علاقة مصاهرة مع قاسم سليماني. صفي الدين ولد عام 64 في بلدة دير قانون النهر في منطقة السور جنوب لبنان، وتلقى تعليمه في النجف وقم مثل حسن نصر الله، وكان من بين مؤسس الحزب. أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب في مايو 2017، وهو من أبرز مؤيدي فكرة ولاية الفقيه. وبحسب وسائل أعلام فإن إيران تعده لتولي قيادة الحزب. وعلى ذكر إيران، يعتقد مراقبون أن اختيار أمين عام لحزب الله هو قرار إيراني بالدرجة الأولى، وكل ما يجري من انتخاب وانعقاد لمجلس الشورى هي أمور شكلية، فالقرار يتخذ ويحسم في طهران وحدها.